في غيرهم 1000 واحد يلعب، طلعوهم الله يخليك ولا يقول لنا ان انا حطيت لكم التذاكر ببلاش، ترى احنا نقدر فلوس اذا كان اللعب حلو. يلا جايين من الساعة 4 يخافون ربهم المفروض. شنو هاللعب اللي قاعدين يلعبون؟ هذا لعب؟ هذا لعب بذمتك؟ خلاص خلاص يما في شوط ثاني. ماكو شوط ثاني ولا ثالث، يبي يبون 9 الحين وقول ما قالت. 9 الحين يحطون قدام عينك وقول ما قالت. خلي يطلع رئيس الاتحاد يحاكينا، خلي يطلع يحاكينا. شنو لكم؟ فلوس وقاعدين ياخذون، ومعسكرات وقاعدين ياخذون، ولعب وقاعدين ياخذون، وشغل وقاعدين يشتغلون، شنو الموضوع؟ شنو الموضوع؟ ماكو موضوع. محمد ابراهيم مثل البيلسان، مثل دهن البيلسان، لو صار عندهم جرح يابوا الريال، ما له شغل محمد ابراهيم.